ما الصورة العامة لاقتران إذا كان معامل سين يساوي صفرا؟ خلنا نكتب، هو قاف سين بصورته العامة هو ألف سين زائد باء. حطوا لي ألف صفر، معناته السين راح تختفي بصير باء، بصير له اسم هون خاص اسمه ثابت. يعني مثلا لو قلت لك أنا قاف سين تساوي ثلاث، شوف إيش يعني قاف سين تساوي ثلاث. نرجع للجبر، خلنا نوقفها شوي ونشيل النقط هذول عشان ما يخربط الناس. بدي انا بدي امثل قاف س ايش يساوي؟ يساوي ثلاث. ايش يعني قاف س يساوي ثلاث؟ طلعوا معي، هاي انتبهوا، قاف س تساوي ثلاث، يعني معنى هذا الكلام انه صورة الصفر ثلاث، صورة الواحد ثلاث، صورة اثنين ثلاث، صورة الثلاث ثلاث، صورة الاربعة ثلاث، صورة السالب واحد ثلاث، صورة اثنين سالب اثنين عفوا ثلاث. لاحظ لو جينا ربطناهم بخط مستقيم، بنربطه بخط مستقيم هياته، وهو خط موازي لمحور السينات، وفي هذه الحالة بيكون معامل سين يساوي صفر. يعني هذا لو بدنا نكتب على الصورة العامة اللي احنا كتبناها قبل شوي اللي هي ألف سين زائد باء، لاحظ انه الألف صارت صفر فاختفت السين فظلت الباء لحالها، باء هي ثلاث، وراح نسميها بعد شوي راح نتعرف عليها ان باء هي المقطع الصادي، هي المقطع الصادي. يلا، اي الاقتران لا يعد خطيا مبررا اجابتك؟ سهل، عينك على السين مرفوع على القوه واحد، نعم اذا خطي، هذا يعتبر خطي ثابت، الثابت نوع من الخطي، ليس خطي لانه الاس اثنين تربيع، ليس خطي لانه السين في المقام لازم السين يكون في البسط، خطي لانه السين في البسط واسها واحد ليس خطي. سهل جدا. الاقتران الثابت واقتران خطي قاعدته قاف س يساوي باء. يلا، اي الاقترانات الاتيه يعد خطيا؟ برر اجابتك. خطي، هاي س مرفوع القوه واحد وس، لا غلط، لانك لو فكيت القوس راح يصير س ناقص س تربيع، اذا ليس خطي هذا. يلا هون خطي لانه س مرفوع القوه واحد، ليس خطي، س مرفوع القوه السالب ثلاث، خطي ثابت، خطي ليس خطي لانه في جذر، لأن جذر سين بطلع عليك أنه سين أس نص، مش بطلع على السين هون تقول لي أس واحد، لا. زرعت مريم نبتة متسلقة سريعة النمو وراقبت ارتفاعها خلال شهر أيار، فوجدت أن ارتفاع عين سنتيمتر خلال سين يوما، يعني بتربط بين ارتفاع عين وبين الأيام سين، فارتفاع النبتة يقدر بعدد الأيام. لو استمر نمو النبتة وفق هذا المعدل كم يصبح ارتفاعها بعد 11 يوما؟ يعني بدنا نطلع عين 11، فبصير نصف 11 وساوي 11 على 2 يعني 5.5 سنتيمتر، كويس؟ بعد كم يوما يصبح ارتفاعها 12؟ هسيات المطلب الثاني مش اعطاني كم يوم، اعطاني كم الارتفاع، اذا محل عين بحط 12 يساوي نص س، بحل المعادله بضرب في 2 الطرفين فبيطلع 24 يساوي س، يعني بعد 24 يوم بصير ارتفاعها 12 سنتي. اذا نميز، اذا حكى ارتفاعها بتبدل عين، اذا حكى كم يوم ببدل س، اذا حسب لفظ السؤال بحل.